منو أكثر شخص فرحت لأنه استلم جائزة وكان فعلا يستحق لا الفوز؟ فرحت انه الدورة اسمت يعني باسم باسم فنانة كبيرة. ام الغالي سعدية الزيدي. هذا اللي فرحك؟ اي يعني كلش فرحان، كلش فرحان، حتى من شفت صورتها اقلب على السوشيال ميديا، فيعني من اشوفها افرح يعني. يمكن هذا الجيل ما يعرفها فخلى يعني اعاد سووا اسمها الى هذا الجيل الحالي. هذا الجيل خلي يسوون سيرش على الفنانه الكبيره سعديه زيدي اللي هي كانت قبل بالمسرح. ايش عبالهم؟ عبالهم اني ابن سعديه زيدي. ليش؟ كانت تحبني، كانت تحبني وتعطيني ملاحظات. نعم يعني مره اتذكر حتى ضربتني راشدي. اها والله. وين؟ بالمسرح يعني امام الجمهور؟ لا طلعت من الجمهور قلت لي تعال. ايه رزاق ليش سويت هذا الغلط؟ يعني امك كبيره. زين ضربتني راشدي قلت لي هذا بعد ما تسوي. بيا عمل هذا؟ برد وبدل. يا سنه؟ 2000. بال 2000؟ ما تنسى هذا الرجل. وهي مو انا عمري صغير وكانت محتضنه، يعني هي محتضنه، يعني محتضنه رزاق. لو بهذا العمر راح تتقبلها راشدي نفسه؟ طبعا اكيف افرح امانه والله. هو هذا الراشدي خلاني امشي عدل.